مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم مساعة بث مباشر من برنامج خد بالك. النهاردة هنتكلم في موضوع يمكن أي شخص بيقدم على رفع دعوة قضائية لازم ياخد لباله جدا من اللي هنتكلم فيه النهاردة. هنتكلم عن الرسوم والمصروفات القضائية. إيه هي الرسوم وإيه هي المصروفات القضائية؟ إزاي بتقدر الرسوم؟ هل مرتبطة بكل دعوة؟ هل بتدفع مرة واحدة ولا في كل مرحلة من مراحل التقاضي لها رسوم؟ المصروفات القضائية مين اللي بيلتزم بيها؟ هل المدعي ولا المدعى عليه ولا الخاسر الدعوة؟ هل ممكن في أحكام أو في قانون بيلزم في بعض الدعاوى المحددة إنه الطرفين هم من اللي يلتزموا بدفع المصروفات؟ هنتكلم تفصيليا عن كل هذه الموضوعات، ولكن اسمحونا بداية نرحب بسيادة المستشار أسامة مرتضى المحامي بالنقد والدستوري الليبرالي. مرحبا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. كنت طيب، ربنا يخليك يا رب. طيب. سيادة المستشار، بداية هنتكلم عن الرسوم. الرسوم القضائية تعريفها إيه؟ وهل بتدفع مرة واحدة ولا على مراحل؟ لا، الرسوم القضائية دي هي رسوم رفع الدعوة. رسوم رفع الدعوة. ولا تقبل الدعوة ولا تقيد في جدولها ولا يحدد لها جلسة إلا بسداد الرسوم المستحق عليها عند رفع الدعوة. ده دفع مرة واحدة. لا يجوز تقسيطها، لا يجوز إنها تدفع جزء وجزء، لا، حسب قلم الكتاب ساعة رفع الدعوة بيقدر نوع الدعوة والرسوم المطلوبة ليها، بتقدر نوعها والمبلغ اللي وارد فيها أو محل النزاع إيه وقيمته، وعلى هذا الأساس، على أساس محل النزاع وقيمته بيتم تقدير الرسم. الرسم ده بيدفع في خزنة المحكمة، وبعد سداد الرسم نقدر بقى نقيدها في الجدول ونحدد. يعني أول خطوة اللي هي الرسوم. طبعا لازم. طب هل الرسوم يعني واحدة في كل القضايا ولا بتختلف؟ لا بتختلف. أنا بقول لحضرتك بتختلف، بيتم تقديرها على حسب نوع الدعوة وقيمة المال المتنازع عليه جوه الدعوة. طيب، ده احنا دايما يعني بنحاول نبسط الأمور، يعني أو برضو يكون المشاهد على بينة من الرسوم دي قد ايه، لان الموضوع مش رفع دعوه وبس او اتعاب محامي، ده فيه مراحل كتيره. مثلا زي دعوه مثلا الطرد للغصب مثلا، تمام، دي مثلا تكلفه الرسوم قد ايه مثلا؟ والله بص حضرتك، انا لسه رافعها امبارح او اول امبارح، رسمها حوالي 480 جنيه غير الدمغه غير الضريبه بتاعتها غير تصوير الورق بتاعها. يعني كلها مصاريفها كده بالكامل دخلت في حوالي 650 جنيه. طب لما بيجي لحضرتك موكل، هل الاتعاب المحاماه بتشمل الرسوم ولا لا؟ ولا دي ولا المتعارف عليه ده شيء وده شيء؟ ده شيء وده شيء. اتعاب المحاماه او اتعاب مكتب المحامي اللي شغال في القضيه، ده اتعاب شغله. لا يدخل فيها رسوم. وانا دايما بفضل ان الموكل اللي جاي مكتبي اوضح له الرسوم في البدايه. مهم ان يعرف الرسوم قد ايه. كتقديري يعني. مش هقول له مثلا خمسه تبقى هي خمسه. لا، ممكن الخمسه تبقى اربعه او تبقى سته. يعني ايه في الحدود، في الحدود دي. عشان يبقى عارف قبل ما يخش يرفع الدعوه بتاعته هو هيواجه ايه في المستقبل. عشان ما يفاجئش في وسط الدعوه مطلوب منه امانه خبره، مطلوب منه يدفع رسوم تكميليه، يدفع عدل طلبات. فتعديل الطلبات برضه يعني اثناء رفع الدعوه في رسوم ثانيه يا فندم؟ ممكن لو يعني في رفع الدعوه، ممكن لو انا بعدل طلبات فيها ليها رسوم. دلوقتي كمان لو انا بعلم بالصحيفه او بعمل اعاده اعلان لهم رسوم. يعني اعلان باصل الصحيفه اللي هو الاولاني خالص، اما برفع الدعوه بيبقى بستلم اصل الصحيفه مختوم ومعاه صور الاعلان مختومه. فجيت اعلم بيها، جه الاعلان ان انا اللي بعلم ده ترك المكان. فبسلم، فجت الجلسه. فبسلم صحيفه الدعوه دي اللي هي مش معلنه للقاضي، وبطلب منه اجل للاعلان بصحيفه الدعوه على عنوان تاني او تحري يتم على محل اقامه المدعي عليه عشان اقدر اعلنه او اعلن في موجه النيابه مثلا. دلوقتي في رسم بقى لنا كام سنه اهوت او سنتين ثلاثه على صحيفه الدعوه. اما اروح استلم صوره رسميه من صحيفه الدعوه عشان اعلن بيها، بيدفع لها رسم تاني بيقدر على الورقه بتقدر ب 20 جنيه ب 25 جنيه ب 15 جنيه حسب كل محكمه ما عامله اللائحه بتاعتها الداخليه. طيب بالنسبه مثلا لو في يعني اثناء سير الدعوه اتحولت لخبير، ده بيبقى لها رسوم يا فندم ولا طبعا ما بتبقاش في رسوم؟ لا في رسوم. ممكن في الرسوم الخبره ديت القاضي هو اللي بيحددها، بيحدد كام.
500 1000 5000 حسب القاضي بيحدد وبيحدد مين اللي ملتزم بيها. يعني ممكن يحدد المدعي، ممكن يحدد المدعي ليه، ممكن تبقى منصفة بين الطرفين. هي يعني في الغالب العام بيتحملها المدعي في الغالب، يعني اثناء نظر الدعوة 80-90% منها بيتحملها المدعي. في بعض الحالات وفي بعض القضايا بتبقى مثلا هي منصفة، تقول لك ايه منصفة بين الطرفين اذا كان في ادعاء من المدعي وفي ادعاء فرع من المدعي عليه بحق تاني، فبتروح خبير عشان تبحث موضوع الدعوة كلها، يقول لك يبقى على الاثنين منصفة من الاثنين. طب ناخد تليفون ونرجع للرسوم والمصروفات القضائيه. الاستاذ ايمن مساء الخير. معاك سياده المستشار. اهلا بيك. لو سمحت عندي مستاجر توفى بقاله 4 سنين. تمام. وقافلين الشقه ومعاه ورث ثلاثه. معاه ورث ايه؟ هم ابنائه، معاه مراته واثنين اولاده. ومش قاعدين في الشقه. فهل حضرتك الايصال اكتبه باسم مين؟ الإيصال اكتبه باسم الورثة. باسم الورثة. عاد الإيجار كان باسم المستأجر؟ كان باسم المستأجر اللي توفى. اكتب باسم الورثة. وعنهم السيدة فلانة الفلانية اللي هي مراته. أو ولد من أولاده إذا كان كبير في السن. لا سؤال تاني حضرتك، معايا عندي شقة مقفولة بقالها 15 سنة. وصاحب الشقة ما بيدفعش إيجار وما بيدفعش حاجة. بقاله 15 سنة قافل الشقة وما بيدفعش ايجار بقاله 15 سنة؟ ما بيدفعش ايجار، بيدفعه في المحكمة. بيدفع في المحكمة يعني فن. بيدفع في المحكمة. في اجراء قانوني اخده معاه؟ ادام بيدفع القيمة الإيجارية بتاعتك وملتزم بيها، هو قاعد بقى أو مش قاعد ده ما يضركش أنت في حاجة، أو مش إخلال بعقد الإيجار. يعني ده ما فيش فيه اخلال بعقد الايجار اذا كان قاعد ولا مش قاعد. شكرا استاذ ايمن، شكرا لحضرتك. سياده المستشار، يعني برضو في لغط بعض الشيء بالنسبه مثلا زي سؤال الاستاذ ايمن، انه الامتداد عقد الايجار بيكون للمقيمين مع الشخص قبل الوفاه، سنه سابقه على تاريخ الوفاه. تمام. من مش كل المقيمين. والقانون حدد المقيمين مين؟ الزوجه والاولاد القصر. الزوجه والاولاد القصر. والاولاد عامه. القصر هو القصر، بس اللي كان مقيم مع المستاجر الاصلي سنه سابقه اقامه كامله قبل الوفاه. قبل الوفاه. تمام. لكن لو كانت اقامه عرضيه مثلا، او كان بيجي يزوره او حاجه زي كده. لا يعني مثلا ابنه. تمام. وانتقل اثناء حياه المستاجر الاصلي وخد شقه بره. هنقول له لا ما جيش يزور والدك. لا بيجي يزور عادي. ما يمتدش ليه. ده ملوش اقامه، يعني ده ما فيش حاجه اسمها ده هنا اقامه مش عارضه. لان الاقامه العارضه ساعات بترتب حق. طيب. زي الابن اللي مقيم مع والده وسافر يشتغل بره. سافر يشتغل بره، فهو حتى لو كانت اقامته عارضه لانه بيجي شهر في السنه او بيجي كل سنتين ثلاثه زياره، هو اقامته هنا اقامه عارضه، بس هو مقيم. مقيم. غير اللي استقل بمسكن بره وبيجي يزوره. ده ملوش اقامه. اقامه عارضه. ده مش ملوش اقامه. تمام. طيب الاستاذ غطاس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضل يا فندم. دلوقتي انا شاري توك توك شهر 9 اللي فات، وصاحبته خدت فلوسها كله مش عارف تسجل لي، والرخص عليها حظر. الرخص عليها حظر بسبب ايه؟ لا هي كان شاريها من مشروعي. يعني عليها حظر ملكيه من البايع. عليها حظر هي من الشركه، وبعدين راح دفعت الاقساط اللي عليها بعد ما اشتريت مني، وحضرتك جبت مخالصه من الشركه. طب انت كاتب معاها عقد ان هي ملتزمه بالاقساط؟ لا انا حضرتك انا اشتريت منها، انا اشتريت منها حضرتك، وهي عشان تنقل اشتريت وخلصت كاش عشان تنقل لي بس ملكيه في الشهر العقاري، والمرور مش عارفه تنقل لي. لحظه واحده بس معايا. هي شاريه التوك توك ده بالقسط من شركه. مش من شركه حضرتك، هي شاريه من شركه وخدت اخر جزء مني انا ودفعته هي للشركه خلصته. وسددت يعني. جابت مخالصه منهم؟ ورق شريط مخالصه كده صغير جابته لي. تمام. وانت بقى وهي مش قادره تسجل لك؟ لا، لان احنا ملتزمين في كتابه العقد حضرتك ان هي تدفع القديم اللي عليها السنة اللي عليها دي، وانا ادفع من تاريخ العقد. هي رافضة الاثنين.
لا يعني طب تدفع انت ايه من تلك العقد؟ نعم حضرتك انا من شهر 9 اشتريت المكنه دي. تدفع من شهر ايه؟ انت قلت تدفع ايه من تلك العقد؟ انت ملتزم بايه من تلك العقد؟ انا ملتزم حضرتك ان انا اللي كان عليا تامينات ولا ضرائب ادفعها من بعد العقد. مش 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 قسط للتوكتو. لا يا فندم ما هو معلوش اقساط بس يعني هو عليه حظر في المرور، انا عاوز افك الحظر عشان انا اشتريت كاش منها. تمام، العقد اللي معاك اللي انت تاخده منها اللي هي بتثبت ان انت اشتريت كاش والكلام ده كله، اعمل لها انذار على يد محضر انها تيجي الشهر العقاري عشان تسجل لك، اذا ما جاتش ارفع دعوه صحه ونفاذ واختصم فيها المرور عشان تفك الحظر. حضرتك دي بتاخد وقت؟ لا ان شاء الله مش هتاخد وقت. يعني حضرتك معلش يقول لي كده تاني بس انا هتعمل لها. شكرا استاذ غطاس، واسمع من خلال التلفزيون، اتفضل يا فندم. هتعمل لها انذار على يد محضر بالحضور للشهر العقاري، وحدد لها جوه الانذار اليوم والساعه اللي انت هتحددهم الحضور للشهر العقاري لاتمام اجراءات تسجيل العقد باسمك او تسجيل عقد بيع باسمك عشان تقدر تخلص القصه دي. اذا ما جاتش في الميعاد دوت بتروح ترفع دعوه صحه ونفاذ العقد، وبتختصر في الدعوه دي اداره المرور المختصه اللي معمول فيها الحظ كويس عشان تاخد صحه ونفاذ، وبالحكم دوت تقدر تسجل وتنقل الملكيه. تمام. الاستاذه ناديه مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. حضرتك انا ساكنه بقالي دلوقتي اكتر من 30 سنه، ساكنه من 93 في قلب الشقه، وكنا بندفع الايجار على طول على طول على طول، وصاحب الملك توفاه الله. المهم طبعا الورثه كانوا بييجوا يسيبوا لنا الوصولات، ولاده باسم واحد من ولاده بيمضي على الوصولات، يسيب لنا الوصولات مثلا بيسيب لي بست شهور سبع شهور ثمان شهور يعني على حسب ما بيسيب. وانا بجملم له الايجار وبعدين بيجي بعد منها ياخد الايجار ويمشي. حصل منازعه ما بين الاخوات وبعضهم، فالمهم قعدوا فيهم ناس البنات لما كبرت عايزين ورثهم ومش عارفه ايه، المهم البيت مش جايب لهم رد عدل يعني. فالمهم هم قعدوا يتلوعوا معانا وما جوش خدوا مننا الايجار، فاحنا معانا محامي في البيت عملنا له توكيل وادينا له فلوس الايجار ودفع لنا الايجار في المحكمه. بس في حاجه انا عايزه استشير فيها لحضرتك، احنا دلوقتي ادينا له الايجار وادينا له فلوس الاتعاب اللي هو طلبها، اما جاتني الورقه اللي هو ده، هم ساكنين في الصعيد، واحده بينهم بس اللي ساكنه في حلوان، فهو عمل الدعوه على هنا على العنوان عندنا وهم مش ساكنين معانا هنا. دي اول حاجه. تاني حاجة ان الفلوس لما جت والوصولات لقيت ان الوصل جاي الفلوس الايجار اللي انا مفروض ادفعها كلها مخصوم منها الوصل، حق الوصل. لما اتصلت بالمحامي معانا في البيت عشان اقول له الكلام ده قال لي لا ما هو لازم يجي كده علشان هم اللي لازم يدفعوا له حق الوصل دوت. وصل ايه؟ وصل ايه يا فندم؟ الوصل اللي انا استلمت ان انا دفعت خلاص في المحكمة، انا دافع لحد شهر 6 بحيث ان لما اشوف هم هيحلوا مشاكلهم. وصل ايه؟ وصل ايه بس انا مش فاهم وصل ايه. وصل الايجار، انا دفعت الايجار في المحكمه. ما انت بتدفعيه بموجب انذار على يد محضر بكامل القيمه الايجاريه بتاعتك. انا بقول لحضرتك انا اديت الفلوس كلها للمحامي عندنا في العماره وهو ساكن معانا، وهو عمل نفسه نفس الحكايه. اول حاجه ان هو كتب العنوان على هنا. ماشي يا فندم، موضوع العنوان ده هنتكلم فيه مع سياده المستشار. طب حضرتك بتقولي الفلوس، طب مش الفلوس دي هي قيمة الايجاريه ولا اقل ولا اكتر؟ اقل 10 جنيه اللي هو ثمن الوصل والدمغه والحاجات دي. وصل ايه؟ اللي هو بيجيني بقى ان انا دفعت، اللي بيثبت لي ان انا دفعت خلاص اللي هي رسوم. رسوم اللي في لا الرسوم. لا لا ده انت بتدفعي القيمه الايجاريه اللي بتتحط مع انذار مع الانذار غير الرسوم، مالهاش دعوه بالرسوم. ولو الفلوس اتوضعت خزينة المحكمة على ذمة المعروض ضده بيبقى الفلوس اللي انت دفعها مضاف اليها قيمة الايداع، لازم المبلغ المودع في خزينة المحكمة صافي قيمة الايجار مش مخصوم منه جنيه. طب ما هو بقى انا سالت المحامي في الموضوع دوت قال لي لا ده هو الخصم ده عليهم هم على اصحاب البيت الورثه هم اللي يدفعوه مش لا. بعد اذن حضرتك مع احترامي للزميل انا الكلام اللي انا بقوله لك ده صح، انا بقول لك حتى لو اتعمل محضر ايداع واتوضعت المحكمه خزينه المحكمه محضر الايداع ده بيبقى عليه رسم، الرسم ده انت اللي متحملاه مش المالك يا استاذ. مش المالك.
طب انا دلوقتي اروح اكمل الفلوس دي ولا ايه؟ انا المفروض ان انا ادفع لهم شهر 6 على اساس ان هم قالوا شهر 3 هيجوا يشوفوا الوضع ولحد دلوقتي ما جوش. انت دافعه من شهر 6 اللي فات لغايه امتى؟ انا دافعه من 1/1 من يناير 1/1 لحد شهر 6 لغايه شهر 6 الجاي. يعني انت هتبداي تدفع الايجار الجديد الايجار اللي بعد كده 6 من 1/7 كده. ايجار 1/7 حطي القيمه الاجراءيه كامله وزودي ال 10 جنيه اللي انت بتتكلمي عليها. وزودي مصاريف الايداع اللي هتلاقيها موجوده معاكي في الورقه الصفراء اللي مدبسه مع تمام. هتلاقي فيها مصاريف مكتوب كده فيها مصاريف الايداع. حطي مصاريف الايداع ديت مع الانذار الجديد وقولي ان مصاريف الايداع دي والمبلغ ال 10 جنيه من مصاريف من الانذار اللي فات وضيفي عليهم الجديد. يعني انا بس كده ما تبعتهاش اي ضرر بالنسبه لي يعني. حضرتك لا، ما انا ادام هتلحقيها قالك ان لازم تعملي الاجراء التكميلي ده يا فندم، ما هتعمله مع السداد ايجار اللي هو بيبدا من 1/7 تمام، هي فاضلها شهرين. فعشان ما تعملش اجراء وترجع تعمل تاني هيبقى اجراء واحد بس، يبقى مكتوب جوه الانذار متفرج 10 جنيه عشان كذا، 5 جنيه عشان كذا، القيمه الايجاريه كذا، الكلام ده كله. ماشي، شكرا. تمام. انا اسف للازعاج. شكرا استاذ هادي. تمام. الاستاذ سعد، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ نشأة. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انا عندي كنت خدت شقه تمليك من المالك، والمالك بعد ما قبض السعر كتب في ورقه خارجيه ان انا ملزم بدفع قيمه الضريبه العقاريه، ضريبه التصرفات العقاريه عند التسجيل. انا ما سجلتش لحد الوقت، لما اجي اسجل هل من حقي الاقرار ده يلزمني؟ نزلت عليه باختيارك؟ نعم، ايوه باختياري طبعا. وبموافقه منك، يعتبر زي العقد، ملحق من ملحقات العقد. بس هو انا قريت في سياده المستشار ان في اقرار، لو اتكتب الاقرار على صيغه غير قانونيه ده مش قانوني. أيوة. ما بني على باطل فهو باطل يعني. لحظه واحده بس معايا، لحظه واحده. ايوه لحظه معايا. حضرتك في اتفاقات اللي استاذ سعد، اسمع سياده المستشار اتفضل. ده اتفاق غير مخالف للقانون، كوني ان انا بعمل معاك ديل او اتفاق على حاجه هندفع فلوس الدوله انت هتدفعها وانا هدفعها وكتبنا عقد بالكلام ده كله، اللي كاتب بيلتزم لان الديل نفسه غير مخالف للقانون. شكرا. يا شكرا شكرا. لان ممكن اكتب يعني هو ضريبه التصرفات العقاريه على البايع، على البايع، لكن لو انا ارتضيت وكتبت برضايه يبقى خلاص. وممكن اكتبها شرط جوه العقد. يعني انا بفضل ساعات كتير وانا بكتب عقود بكتبها جوه العقد، وبكتب ان يتحمل المشتري ضريبه التصرفات العقاريه باعتبار ان قيمه ضريبه التصرفات العقاريه محل اعتبار عند تقدير قيمه العقد. يعني ممكن يبقى وفر من المبلغ ده علشان انت تتحمل بيه. بس يبقى هو طالما تراضي يعني. بس تمام. قانون طيب. تمشي. عايزين نرجع للسؤال قبل الاستاذ سعد اللي هو الخاص بالايداع المبلغ الايجار في المحكمه. حضرتك قلت مش لازم، يعني مثلا لو الايجار 100 جنيه لما احط في المحكمه ما احطش ال 100، لازم بزياده مصاريف الايداع. مصاريف الايداع المحضر بيقول لك مصاريف الايداع بتبقى مثلا 5 جنيه 10 جنيه ادفعها دي احطها مع ال 100. وبالاضافه لكده برضو ملحقات الاجره. ملحقات الاجره ده موضوع تاني، ده مهم برضو. انا بتكلم على نقطه المصاريف الايداع، نقطه مهمه جدا. في بعض الدوائر بتقول لك انت ما سددتش كامل الاجره كامله حتى لو ناقص جنيه، فانت ما سددتش يعني كامل. ممكن ياخد حكم، ممكن ياخد حكم بالطرد لعدم سداد. مع اني انا في نيتي اني دافع الايجار. لا، ناخد بالنا من الحاجات الصغيره دي بتفرق قوي امام القضاء. يبقى اذا ادفع القيمه، اشوف القيمه كامل ايجاريه والمصروفات قد ايه. المصروفات كده 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 انا بدفعها وانا بعمل الانذار. يعني مصروف الانذار، مصروف الانذار 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه. اصل ممكن الشخص المستاجر ما بيروحش بنفسه، بيلتقي بمحامي والمحامي بيقول له هات المبلغ، فعلشان يبقى على بينه يعني. لو المستاجر ولا المستاجر؟ مستاجر. يعني مصاريف الانذار زائد مصاريف الايداع زائد الاجره كامله بملحقاتها بقى لو لها ملحقات. يعني مثلا لو في مثلا نور سلم، اجره بواب، ميه، غرابه السلم، الكلام ده كله دي تعتبر بنفس ملحقات الاجره. تعتبر بنفس كانك ما دفعتش الاجره. كانك ما دفعتش الاجره. ده مهمه جدا دي طبعا.
طيب بالنسبة لرفع الدعوة القضائية حضرتك قلت انه في رسوم، والرسوم دي بتختلف على حسب محل النزاع وقيمة الدعوة. وقيمة الدعوة وبتبقى على مراحل، يعني ممكن اول مرحلة اللي هي بندفع لما بنيجي بداية الدعوة، وبعدين ممكن لو في خبير بتبقى ليها رسوم تانية والمحكمة هي اللي بتقدر. تمام. نفترض الدعوة خدت عدم اختصاص. عدم اختصاص بتبقى اما بتحال للمحكمة اللي محالة ليها، ما بحدش بيتحمل عليها رسوم. انها بتحل محكمة هي اللي هتفصل في موضوع الدعوة ومين متحمل المصروفات. فبتحل محكمة بقى. بتحل، ما عليهاش رسوم، مصروفات. خلي بس كلام دقيق. من فرق بين الرسوم والمصروفات. احنا المصروفات لسه ما تكلمناش فيها. ما هو عدم الاختصاص ديت يبقى الرسوم اتدفعت عند رفع الدعوة. تمام. فاللي بقى عليها مصروفات نهاية الدعوة. تمام. فديت لما تروح للمحكمة اللي هي أحيلت ليها هي اللي هتفصل فيها. لكن ما بيبقاش فيها مصروفات. لا. تمام. طيب سيادة المستشار، زلينا نخرج الفاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا عن الرسوم والمصروفات القضائية. أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم. تم تغيير تردد قناة ميسان. لمتابعة التردد الجديد اتبعوا الخطوات التالية: الدخول على القائمة الرئيسية للريسيفر منيو على أن يعمل الريسيفر بنظام الـ HD، اختار تركيب أو تثبيت Installation، يجب اختيار قمر النايلسات وإضافة التردد الجديد في خانة التردد Frequency أو Transponder 11257، وعد الباقي البيانات لتصبح كالآتي: Frequency أو التردد 11257، Simple Rate أو معدل الترميز 27500، Polarization Horizontal الاستقطاب أفقي FEC أو معامل تصحيح الخطأ 3x4، ثم سكان ليتم إضافة قناة ميزان. للإعلان على ميزان اتصل على 012-76-22-34-5 أو 012-76-22-34-6. سيادة المستشار، زي ما بدأنا حلقتنا قلنا في حاجة اسمها رسوم ومصروفات. الرسوم حضرتك وضحتها لنا، المصروفات امتى بتسدد وازاي ومين اللي بيتحملها؟ مصروفات الدعوة بتنقسم لجزئين. المصروفات نسبي وخدمات. اللي بيقدرها قاضي رئيس أقلام المطالبة في المحكمة اللي فيها القضية المتداولة. تمام. بعد القضية ما بتنتهي ويخش الملف بالكامل لرئيس قلم المطالبة، بيعمل حاجة اسمها أمر تقدير رسوم. يعني المصروفات المصروفات بس هي احنا عدتنا نتكلم عليها أمر تقدير رسوم. دي لازم في نهاية الدعوة. بعد نهاية الدعوة يعني لازم يكون حكم نهائي بات؟ لا، مش جاب حكم نهائي. يعني حضرتك بس ايه، محكمة الابتدائية الأول قبل الاستئناف بيطلع منها أمر تقدير رسوم، والاستئناف بعد كده بيطلع منه أمر تقدير رسوم. تمام. ده يعني حاجة وده حاجة. يعني في مصروفات يعني في الحكم الابتدائي، بعد الحكم الابتدائي ليها مصروفات، وفي مصروفات عند بعد الحكم ولو تم الاستئناف في مصروفات تانية. تمام. ده قلم المطالبة، ده بيبقى بينقسم جزئين، حاجة اسمها نسبي وحاجة اسمها خدمات. والمبلغ النسبي دايما هو ضعف مبلغ الخدمات. تمام. يعني المبلغ النسبي لو القاضي قدر مصروفات نسبية 10,000 يبقى الخدمات 5، لو قدر 6,000 يبقى الخدمات 3.
لو قدر 1000 يبقى الخدمات 500. طيب تمام؟ تمام. ودي بتقدر على حسب قيمة الدعوة. على حسب حسب قيمة الدعوة. مين اللي متحملها هو خسران الدعوة. الخاسر. الخاسر الدعوة، ده بصفة عامة. يعني أي شخص خسر الدعوة سواء مدعي أو مدعي عليه بيتحمل. لا، خلي بس أنا ما عايزين نوضحها النقطة. هي كمبدأ عام خسران الدعوة بيتحمل مصرفها. تمام. طب لنفرض إن المدعي اللي رفع الدعوة، اللي رفع الدعوة هو اللي خسر الدعوة، الدعوة بتاعته خدت رفض. تمام؟ اعتدنا أو جزء كبير بيتم أمر تقدير رسوم على المدعي. تمام. بيتم التظلم منه. تمام؟ باعتبار إن هو بيكتفي بالرسم اللي تم سداده ساعة رفع الدعوة. بالرسم اللي في وقت رفع الدعوة. وقت رفع الدعوة. وبالتالي بيتلغي أمر تقدير الرسوم. وبيتلغي يا فندم؟ بيتلغي أنا واخد أحكام إلغاء أمر تقدير الرسوم بسبب إن الرسوم دي جت على المدعي مش على المدعي. طيب ده إحنا هنرجع لها النقطة دي تاني، بس ناخد أستاذ ميلاد بقاله فترة على التليفون ونكمل يا فندم. أستاذ ميلاد مساء الخير. أيوه مساء الخير أستاذ نشأ. أهلا بحضرتك، اتفضل. ممكن أكلم سيادة المستشار معاك يا فندم؟ اتفضل. لو سمحت يا سيادة المستشار، أنا عندي بيت وفي شقة ما ناس يعني ما عرفها، فما بيدفعوش إيجار وما معهمش عقد أساسا. ما فيش عقد. بقالوا مدية عادين. ما فيش عقد. نعم؟ بقالوا مدية عادين. بقالوا فترة حضرتك. فترة دي يعني شهر سنة؟ لا لا حاجة و30 سنة. حاجة و30 سنة. هم مش غرب يعني. إيه؟ هم مش غرب يعني، قريبين مننا، بس زي ما تقول يعني معايا ابن عايز أجوزه فيها، وهي عندها ملك بره، عندها بيت وعندها شقة وأفلاح. ما فيش علاقة بينكم مكتوبة؟ نعم؟ ما فيش إفصالات يعني؟ لا ما فيش حاجة، لا ما فيش ولا عادي إيجار ولا أي حاجة. لا لا لا، هي قاعدة بالود كده بالحب كده. وأنا طالب عايز الشقة لابني، وهي مش عايزة تديها لي. بقالها أكتر من 35 سنة فيها. فطبعًا كان الواد صغير وكبر دلوقتي، أنا عايز أجوزه، أجوزه فين؟ أجيبه منين شقة؟ طب عداد الكهرباء يا استاذ ميلاد، عداد الكهرباء باسم ابويا حضرتك. باسمك انت يعني؟ لا باسم ابويا الوالد. الوالد حضرتك؟ والدي. الضريبه العقاريه بتاعتها باسم انا. باسم انا. الشقه دي متعوده باسمك؟ البيت باسم حضرتك. ماشي. باسم انا وشريكي يا اخويا. طيب الكشف الضرايب العقاريه الحصر اللي بيتعمل باسم عادل وميلاد، باسم اثنين شركاء مع بعض في العماره. باسم اثنين شركاء كبير عن المستاجره خالص. ملك؟ لا خالص. ملك. ملك، لكن كشف الحصر اللي معمول شقه واحد، شقه اثنين، شقه ثلاثه، مش مكتوب فيه مستاجره فلان. لا خالص حضرتك، ده هي قاعده كده وخلاص يعني. استاذي الفاضل، الضرايب العقاريه ما بتنزل تعمل حصر بيبقى في حاجه باسم المالك، اللي هي كشف حوايج باسم المالك. باسم المالك حضرتك. لكن مفيش الا شقه واحده بس متعوده. شقه واحده متعوده. بس اللي بندفع لها الضرايب بتاعتها. وبقيه الشقق بعيد عنها خالص، مالهاش علاقه بيها خالص. تمام. خلاص بنلاقي انذار باخلاء الشقه. انذار حضرتك باخلاء الشقه. ويرفع عليها. انا ما باخدش منها انذار خالص ولا عقد ومعهاش عقد. طب تمام. حضرتك اصلا ضاربين عقد عشان يدخلوا الغاز من فترة يعني. قالوا لي اكتب لي عقد، ما رضيتش اكتب لهم عقد. فراح هم ضاربين عقد على اساس ان يدخلوا الغاز. بقاله كام سنة الغاز ده؟ ده بقاله بتاع 15 سنة النهاردة. تمام، اعمل لهم انذار على يد محضر. تمام؟ بعدم سداد القيمة الإيجارية. مثلا حط أي قيمة تكون معقولة حسب المكان اللي أنتوا فيه والوسط اللي أنتوا فيه. القيمة الإيجارية كام؟ وقول إن بقالهم مثلا 5 سنين 6 سنين ما دفعوش القيمة الإيجارية. تمام، يعني ما فيش أي إجراء إلا غير كده يا حضرتك. هتعمل إيه تاني؟ أصل أنت مقر إن هم قاعدين بقالهم أكتر من 30 سنة. أيوه حضرتك، فده رضا ضمني منك بإقامتهم وإن هم موجودين ومستأجرين. تمام. لا هم أي استفسار تاني يا أستاذ ميلاد؟ عندها شقة أفلاها. ده مالهاش دعوة، خلينا في الشقة بتاعتك. أستاذ ميلاد، ده الملك خارج الموضوع، لكن إحنا بنتكلم على العلاقة الإيجارية. لكن لو هي مستأجرة ومعاها ملك حتى في نفس الشارع ما بتفرقش. ولا هي سيادة المستشار؟ عشان كده بقول له مالكش دعوة بيها. واضحة يا أستاذ ميلاد؟
يعني ما تستندش للملكية، إنه القانون ما بيلزمش المستأجر اللي مالك حتى في نفس الشارع إنه يطلع من العين المؤجرة حتى لو ما معاش عقد. حضرتك قصة معاش عقد ديت إقامتها أكتر من 30 سنة وإنت مقر بالإقامة دي وموافق عليها وما اعترضتش عليها تعتبر مستأجرة. طب ايه حلها دي يا استاذ؟ ما زي ما بقول لك كده، اعمل لها انذار مطالبه بقيمه اجاريه لمده 5 سنين ولا حاجه. يعني مثلا الشارع عندكم الايجار بكام؟ الايجار ب 500 جنيه ب 1000 جنيه ب 600 جنيه ب 100 جنيه اضربها في 60 شهر وابعت لها انذار. تمام بس شكرا لحضرتك، متشكر جدا. ست مستشار، حضرتك قلت المصروفات القضائية دي بيلتزم بها الخاسر الدعوة. خاسر الدعوة سواء بمجرد ما بينتهي الحكم الابتدائي بتقدر المصروفات. تمام. هل دايما الطرف هو اللي يتحمل المصروفات ولا في دعوة تانية ممكن أكتر من طرف يتحمل؟ ممكن أكتر من طرف، ممكن في حالات قليلة قوي القاضي بيلزم الطرفين مدعي ومدعي عليه بمصروفات الدعوة. المدعي والمدعي عليه. انت في دعوة ايه ده؟ الفرز والتجنيب. الفرز والتجنيب. قسمة المال الشائع. تمام؟ وعشان يلتزم بها المدعي والمدعي عليه. بتقدر الرسوم على قيمة المال الشائع اللي مطلوب اسمته. ده بيبقى مبلغ. بيبقى مبلغ كبير جدا. لو العقار مثلا بمبلغ يبقى عقار او تركة كاملة بقى بمبالغ كبيرة بيقدر مبالغ مهولة. ولا يجوز استخراج الصيغه التنفيذيه. مثلا لو صدر الحكم ببيع العقار اللي هو المال الشائع مثلا، بيع في المزاد العلني ويقسم الايراد بتاعه فلوس على الورثه. لا يجوز ان انا استخرج الصيغه التنفيذيه لهذا الحكم عشان اعمل بيه البيع الجبري الا بعد استرداد الرسوم. الطرفين خسرانين. علشان كده انتوا يعني دايما تقولوا بلاش دعوه، بلاش دعوه الفرز والتجنيب. ما بلجالهاش الا يعني ممكن القسمه الرضائيه مقبوله. مقبوله. ممكن بقى القسمه الرضائيه اعمل بها دعوه صحه ونفاذ، دعوه صحه توقيع. لكن اللجوء للفرز والتجنيب ده فيه مشكله. طبعا مشكله كبيره، مبلغ كبير. مبالغ كبيره. تمام. الاستاذ منسي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك. ممكن اكلم سعاده المستشار يا باشا؟ تحت امرك، معاك يا فندم، اتفضل. انا كنت شاري قطعه ارض من هيئه الاوقاف المصريه. تمام. تمام يا فندم. تمام. وحصلت على حكم ايقاع بيع، حكم مرسم زيد يعني. بالحكم شامل النفاذ من 92. تمام. يعني ليه اكتر من 30 سنه. تمام. معايا يا فندم؟ تمام معاك. فالوقت يعني الحكم شامل النفاذ ووضع يدي على الارض وبزرعها ومحيز بها حيازه امنه. تمام. تمام. هل يحتاج تسجيل في الشرع عقاري ثاني ولا الحكم ده يكفي؟ لا، محتاج تسجيل. نعم؟ محتاج تسجله في الشرع عقاري. طيب احنا حبينا نسجله يا فندم، جهه الاختصاص في المنيا قالت لك احنا ما مرش علينا حاجه زي كده قبل كده ومش فاهمينها. فايه الحل اللي انا اعمله معاهم يعني؟ حضرتك في التعديلات الجديده اللي معموله شهر 5 السنه اللي فاتت بالتسجيلات العقاريه. تمام يا فندم. حكم مرسل المزاد. تمام. مع الورق اللي مطلوب من الشارع العقاري بتروح تقدمه كويس وبتدفع الرسوم بتاعته ومش مهم اتعمل عندهم قبل كده ولا لا. روح للرئاسه بتاعتهم وخليهم يعملوه. طلبوا مني طلبات كتيره يا باشا. ايوه يعني ينفع بس طلبوا لازم بالاجراءات. اهم الطلبات دي موافقه وكيل الوزاره او ما ينوب عنه بالموافقه الصريحه بانه لا مانع في السير في اجراء الطلب. لا مش من حقه. لا مش من حقه. لا ده مش من حقه. تمام. لا ده مش من حقه. طيب بعد كده حكم مرسى رسو مزاد اجيب. تمام. الجهه اللي انا واخد مع عليها الحكم يوافق لي ان انا اسجله ولا لا باي عقل واي منطق؟ ده هي لجنه الجسم الثانيه التابعه لهيئه الاوقاف اللي هي في العتبه يا فندم. هي اللي بعت لنا بحكم محكمه اللي هي الصدناوي. نعم. اللي جنب صدناوي. تمام. ايوه يا فندم. المحكمه فيها 2 مستشارين
وكاتب جلسه ومحكمه يعني. تمام تمام اه ماشي. اي استفسار ثاني يا استاذ منسي؟ عدم اعتراض وقلت استاذ منسي سياده المستشار قال لحضرتك الخطوات اللي انت تعملها، لكن تمام. انك تلجا الى وكيل الوزاره ده قال لك انه ده غير قانوني وباطل، فاتبع الاجراءات اللي قالها لك سياده المستشار. انت عارف حضرتك الموافقه دي خدت مني 3 سنين تمام. عشان اجيبها. في اي استفسار ثاني يا استاذ منسي؟ اي استفسار ثاني؟ اي سؤال ثاني؟ بس عايز اعرف يعني لو انا استفيد بالحكم ده يعني هل في خطوره على الـ على الـ لا ما فيش خطوره. اه ما انت محايز. انا معايا نفس اشترط يا فندم من بعد المنيا ومن اسيوط واكتفوا بالحكم ده على كده وما سجلوش. ما عشان كده بقول لك مفيش خطوره. تمام يا فندم. بس احنا البلد كلها شكرا. انا بس حبيت انبه ليك ولكل اهل مصر يعني. قلت لهم على الكلام ده يا فندم، قلت لهم القانون الجديد بيسهل. طيب القانون الجديد المباني بس مش للاراضي الزراعيه. طيب انا بس محتاج انبه حضرتك ونبه الناس كلها ان خلال شكرا استاذ منسي متشكر. الخمس سنين والعشر سنين جايين في اتجاه كبير جدا من الدوله لحصر العقارات مسجله لانها تبقى مرتبطه العقارات المسجله بالحسابات البنكيه بصحيفه الحاله الجنائيه بالاحوال المدنيه. دي هتسهل جدا يا فندم كل حاجه. فالدوله بتسهل اجراءات التسجيل لكل العقارات لان هيجي علينا وقت لازم تسجل كله. تمام. لازم يكون كل عقار. الاجراءات الاخيره اللي صدرت مؤخرا دي انه اصلا ممكن انا اسجل بعقد ابتدائي، ممكن اسجل بايصال مثلا موجود معايا، يعني تسهيلات كتير. احنا هنوصل يعني ايه بعد 20 30 سنه ان تسجيل العقار اللي هم بقى خلاص اتسجل قبل كده، ان انا حضرتك انا وانت النهارده هنروح شارع عقاري هنسجل في هنسجل واحنا واقفين، مش هتاخد اجراءات شهور ولا سنين زي ما كان بيحصل قبل كده. احنا بنقدم الثروه العقاريه بتاعتنا دلوقتي على الكمبيوترات او اتجاه الرقم اتجاه الرقم للدوله اللي هو نوصل بعد كده انه انت ممكن تعملها وانت في البيت صحيح. وكل بياناتك بتظهر، ممكن تسجل وانت في البيت صحيح. وانت بتبيع انا وانت قاعدين مع بعض ببيع لك عن طريق اخش على الصفحه الرسميه للدوله وبدخل كود معين اللي هو بتاعنا الشخصي ببيع لك وبنقل لك الملكيه واحنا قاعدين بدون تدخل حد. تمام. بس ده هياخد وقت شويه. فالدوله بادئه فيه من دلوقتي اللي هو اتجاه التحول الرقمي لكل حاجه في وده هيسهل جدا هيسهل كل حاجه. تمام. الاستاذه مريم مساء الخير. استاذه مريم الو اتفضلي يا فندم سؤال حضرتك. لو سمحت عندنا قطعه ارض وكام شقه وحاجات منفصله عن بعضيها. معلش انا سالت قبل كده بس الشخص ده يعني الشخصين الاثنين باعوا لشخص، هم الثلاثه شركاء في عقد واحد وباع الاثنين الشركاء اتفقوا على شريك منهم اللي هو احنا وباعوا حصته. هل يجوز الطعن على هذا البيع ان هو دلوقتي شقتين وقطعه ارض وهو باع لواحد والواحد يعني انتوا يا استاذه مريم انتوا اكتر من شريك؟ ثلاثة شركاء اثنين اتصرفوا في الملكية دون الرجوع للطرف الثالث. طب اتصرفوا على حصتهم بس ولا على حصة الطرف الثالث كمان؟ هو دلوقتي هم مش مبين لنا أي حاجة، هم بيقولوا باعوا كله وشوية يقول لك احنا بعنا حصتنا بس. الشخص اللي اشترى هو اللي عامل معانا مشاكل ومعهوش أي ورق، هات العقد يقول لك احنا صحابات المكان وبيطالبنا احنا بالعقد. طب حضرتك العقد اللي اشتريت بيه مش بيبينه. طب حضرتك ليكي حق دلوقتي، هو الملكيه دي النهارده اللي هي الثلاثه مع بعض ملكيه على الشيوع. صح كده؟ تمام. حضرتك ليكي حق الشفعه. ما انا ليا حق الشفعه، انا بعت هو ما بعتش حتى انذار للبيع ومش راضي يقلني هو باع ايه. بس الشخص اللي اشترى انسان مش كويس مبلطج علينا وبيعامل معامله قذره، فاحنا دلوقتي يعني احنا عايزين مش عارفين نتصرف مع مين، مع الشركة ولا اللي اشترى، فاحنا ايه الاجراء القانوني اللي نقوم بيه؟ انت مالكيش بقى حل غير دعوه فرض التجنيب. دعوه فرض التجنيب. دعوه فرض التجنيب؟ على اساس تاخدي حصتك المفرزه ما تبقاش على الشيوع. هيبان ساعتها ان كان باع ولا لا. هي اصلا شقه يعني شقه منفرده
وشقة تانية أوضتين وأوضة منفردة. هم باعوا الثلاثة دول. ماشي اوكي. وانتوا شركة في الثلاث حاجات؟ في كل حاجة، في قطعة الأرض وفي الشقق وفي كل حاجة. هترفعي دعوة فرز وتجنيب؟ لازم يتعمل فرز وتجنيب، لكن أي إجراء قانوني مثلا أجيب الشرطة تثبت حقي في المكان ولا أي حاجة؟ ما أنت حقك ثابت بموجب العقود اللي معاكي. أعمل إيه؟ حقك ثابت بموجب العقود اللي معاكي. طب والشخص اللي اشترى ده وبيتهجم علينا نتصرف معاه ازاي؟ لا اطلبي له النجدة وشوف نوع التعدي بتاعه ويترضع فيه. هل البيع بتاعهم يبقى باطل يا فندم؟ لا مش باطل. مش باطل الا لما يظهر اذا يعني اذا تنزلت عن حق الشفعة بقى ثاني. وحق الشفعة ده يعني مجرد ما اقوم القضية احط الفلوس وانا ما شفتش حاجة؟ ما انت مش هترفعي الشفعة الاول. هتعملي فرز وتجنيب الاول عشان نشوف مين اللي هيجي معاكي في المحكمة، الشخص ده ولا الاتنين التانيين، يعني المشترك الجديد ولا الملاك اللي معاك يا فندم. ده بيظهر من دعوى الفرز والتجنيب زي ما قالك سيادة المستشار. افرض اصلا جه اللي هو اشترى في المحكمة، الوضع يبقى ايه؟ يبقى وقفي دعوى الفرز والتجنيب وارفعي دعوى ثبوت حق الشفعة. بس مش مورينا عقد يا فندم. ما هو هيظهر لو ظهر في دعوى الفرز والتجنيب هنخش يقول انا مشتري. يبقى العقد ظهر. يبقى باطل ولا مش باطل؟ ما ده لا مش باطل. بطلانه في حاله واحده. لو باع من الكوكو. ما هو باع من كينا، هو بيقول ان هو باع من كينا. حضرتك مش متاكده ان هو باع من الكوكو ولا لا؟ حضرتك بتقولي احنا انا ما اعرفش. يا استاذه مريم، استاذه مريم، سياده المستشار بيقول لك علشان تعرفي الشخص اللي جه جديد دوت موقفه ايه هترفعي دعوه فرز وتجنيب على الاثنين. فرز وتجنيب على الاثنين الشركة بتوعك انت، مالكش دعوه بالجديد. لما يظهر الجديد يبقى اطلب الشفعه، دي الخطوات. تمام، ماشي فهمت. شكرا لحضرتك سياده المستشار. زلنا نخرج لفاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا. اعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم. للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-345 أو 012-76-22-346. سيادة المستشار، بالنسبة للمصروفات القضائية حضرتك قلت اللي بيلتزم بيها اللي هو خاسر الدعوة. تمام. لكن لو نفترض انه انا كمدعي ادعيت مثلا امر معين ضد شخص والشخص ده ما كان رافض التسليم مثلا، يعني مثلا اتفاق على عين ورفض التسليم، لو اقر بالتسليم في الدعوة ايه موقفي انا؟ خلاص هاخده واجي اقر. اقر والمصروف عليه برضه. المصاريف تبقى عليه الا لو القاضي راى من طبيعه الدعوه واقراره انه يخلي المصاريف منصفه. ممكن ده ممكن. طيب هل المصروفات بتفرق في حاله شطب الدعوه وعن التصالح عن غيرها دي يا فندم؟ عن التنازل عن الدعوه؟ لا، في كل حاله وليها. شطب الدعوه لا، شطب الدعوه ولم تجدد في الميعاد وانتهت الدعوه على كده ما فيهاش مصروفات. ما فيش مصروفات.
ليه؟ لانه يكتفى بالرسم اللي تسدد اثناء رفع الدعوه. والشاب ده بيكون نتيجه لايه فهم؟ ايه ده؟ الشاب عدم حضور المدعي الجلسات. المدعي تمام بس. طيب وبالنسبه ده بالنسبه للشطب الدعوه، التصالح، التصالح زي ما قلت لحضرتك في السؤال اللي قبله ان ممكن القاضي موجب التصالح ومن ظروف الدعوه كويس ما يلزمش المصاريف بالمدعي عليه، ممكن يعملها بمصافته. ممكن ممكن، وممكن بقى يحملها للمدعي عليه باعتبار ان المدعي كويس ما راحش المحكمه ورفع دعوه بارادته، ده هو راح لان المدعي عليه ما كان رافض ينفذ الالتزام. هي بتبقى سلطه تقديريه للقاضي. سلطه تقديريه طبعا للقاضي. تمام. الاستاذ نبيل مساء الخير. مساء الخير يا باشا، اهلا بحضرتك، اتفضل. كل سنه وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. لو سمحت، انا يعني ملك شقتين، واحده ليا وواحده لابني في بيت واحد. تمام. ما فيش حصه في الارض، فهل مفيد ان انا اسجله في شرع عقاري ولا ما؟ رأي حضرتك ايه؟ لا هو مفيد طبعا، عشان لو عايز تتصرف في حق الملكية بتتصرف في ملكية مسجلة. يعني طب المبلغ في حدود كام مثلا اللي هو التسجيل؟ والله هو المبالغ دلوقتي اصلية فيها على جزئين. الجزء الثاني، الجزء الاولاني جزء المساحة، انك بتروح اي مركز تكنولوجي او هيئة المساحة العسكرية بتقدم طلب وهم بيقدروا لك رسمة توكل ليه مساحة العقار او مساحة الشقة اللي انت هتسجلها. تمام. وبعد وتكمل الورق اللي مطلوب منك وتروح تقدم الرسم اللي بيتقدم حوالي 4000 جنيه مع شوية مصاريف 100 جنيه معرفش ايه و100 جنيه ايه حاجات كده، بتخش لها في حوالي 4500 ده للشقة الواحدة. للشقة الواحدة. طب لو هي في حدود 60 متر مثلا ولا 70 متر تبقى برضه نفس المبلغ؟ لا لا، هي كلها الرسم التسجيل ثابت. كله مش مرتبط بالمساحة. مش مرتبط بالمساحة. أنا بتكلم هو مرتبط في مش مرتبط في المساحة، وأنت بتقدم الورق للشغل العقاري للتسجيل. لكن هيئة المساحة أو المركز التكنولوجي اللي أنت بتعمل عنده كشف التحديد المساحي ده بيقدر رسم توكل للمساحة. تمام. تمام؟ ودي أنا يعني إيه مش عايز أقول لك مبلغ، لأنه ممكن هم لهم تقديراتهم كده معينة الله أعلم بيها يعني. يعني بالتقريب كده يعني مثلا في حدود 70 متر تبقى بكام يعني؟ هذا احتمال، بص كلامي ما تاخدوش. لا لا يعني بالتقريب حوالي 1700 1800 في الحدود دي يا فندم. تقريبا يعني في حدود 1800 نقول 2000 يعني للشقه الواحده يعني. غالبا. طب اي استفسار تاني يا فندم؟ شاكر فضلك، شاكر فضلك، وكل سنه وحضرتك حضرتك طيب يا فندم. سيادة المستشار، يعني دلوقتي بالنسبة لدعوة صحة التوقيع ودعوة صحة ونفاذ العقد، موقفها ايه حاليا بالنسبة للتسجيل؟ صحة التوقيع مرتبط بالإقامة الفعلية بأمر واقع. في حاجة دلوقتي في التسجيل توكل للتعديل اللي تم في شهر 5 اللي فات اسمها الأمر الواقع. لو تسجل أمر واقع، الأمر الواقع دوت بيبقى ثابت بدعوة صحة توقيع، ممكن بصحة التوقيع بس يكون تاريخها خمس سنين. عدى عليه خمس سنين. عدى عليه خمس سنين. تمام. تمام. الصحة والنفاذ بتسجل حكم. مش بتسجل امر واقع. انت بتسجل حكم صدر بالفعل. يعني حكم صدر من المحكمة بانه فعلا صحة ونفاذ. كويس. فانت كل حالة من الحالات اللي واردة في التعديل الجديد ليها حاجة معينة. اذا كان امر واقع، صحة توقيع، خمس سنين، او شراء جديد من عقد مسجل والبيع هيجي يمضي لك او عمل لك توقيع خاص بالتوقيع، كل حاجة وليها حاجة. وده كله بيصب في انه التسهيلات لاجراءات التسجيل. اجراءات التسجيل. تمام. الاستاذة ميرفت. ايوه معايا. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. انا بعت بيت، هل في ضرايب عليه؟ ضريبة تصرفات عقارية. ايه؟ ضريبة الصوت في صدى. ضريبة التصرفات العقارية يا فندم. التصرفات العقارية اللي هي 2.5 يا فندم؟ اه. مش عارفة أنا بتأكد فيها صح ولا إيه؟ ضريبة تصرفات عقارية 2.5% من قيمة المبيع. على البايع. على البايع؟ أيوه. عليك انت يا فندم. انا اللي بحت. ايوه يا استاذه ميرفت، ما سياده المستشار بيقول لك هتدفعي 2.5% من المبلغ.
طيب مدة سماح قد ايه؟ على طول ولا ايه؟ مجرد الضرائب العقارية ما تعلم بواقعة البيع وتبعت لك مطالبة. هما اللي بيبعتولي ولا انا اللي بقدم؟ طيب والله عايزة تروحي تقدمي على طول، روحي قدمي العقد بتاعك وتفعل الرسوم بتاعتك وخلاص. يعني حضرتك انت ملزمة بيها يا استاذ. بس عشان نكون حضرتك عارفة، بس هي المفروض انها تستحق عند التسجيل. ما هما سجلوا ما عملوا صحة توقيع. لا صحة توقيع، صحة توقيع بيجيبوها برضه ضربة عقارية وبيبعتوا مطالبة بيها. طيب لما يعملوا صحة يبعتولي ولا انا اللي اقدم؟ انا عايزة والله براحتك يا حضرتك، تروحي تقدمي وتاخدي حكم صحة توقيع وتاخدي النسخة من العقد وتروحي تقول لهم انا بعت ومبلغ كذا اللي ورد في العقد وتفعل الرسوم، انت حرة. يعني في النهاية يا استاذة ميرفة زي ما قالك سيادة المستشار، انت الملزمة بيها اللي هي 2.5%. ماشي انا ملزمة، بس عايزة اعرف انا اللي اروح ولا استنى لما يبعتولي؟ براحة حضرتك، هو الزام عليكي سواء يعني دلوقتي او بعدين. بس انا مش هقول لك روح ادفعي، شكرا استاذ ميرفت. سياده المستشار، بالنسبه للرسوم والمصروفات، هل ممكن الشخص اللي اتحكم عليه او صدر في منطوق الحكم بالمصروفات انه يتظلم من المبلغ؟ ممكن. بس حضرتك بس قلت الرسوم والمصروفات. انسى الرسوم، لان الرسوم عند رفع الدعوه. نتكلم دلوقتي في المصروفات. المصروفات اللي هي الرسم النسبي ورسم الخدمات. ممكن تظلم خلال 8 ايام من تاريخ الاعلان بامر التقدير الرسوم، اللي هو امر التقدير النسبي والخدمات. 8 ايام، خلال 8 ايام، وده الاعلان بيتم يا قدام المحضر يا تظلم في المحكمه. وخلي بال حضرتك برضه، عشان في كتير مش واخدين بالهم من القصه دي، في تظلم وفي براءة ذمه. بمعنى تظلم وبراءة ذمة. التظلم من تقدير الرسوم، اللي بقول انا عليه رسوم بس عايز اخفضها، بس عايز اخفضها. انت فاهمني؟ لكن براءة الذمة، براءة الذمة دي بقى مش مرتبطة بالثمان ايام. براءة الذمة بقول ان انا مش ملتزم اصلا بهذه الرسوم. طب ما هو خاسر الدعوة. انا بتكلم بصفة عامة على اوامر تقدير الرسوم. يعني الحاجتين، اللي هو الحاجتين، يا اما براءة ذمة يا اما التظلم في التقدير. في التقدير. تظلم في التقدير نفسه، اللي هو بقول ان المبلغ اللي مطلوب مني كبير، طالبين مني 10. لا، هو المفروض يبقى 6. ده تظلم تقدير، ده خلال 8 ايام من تاريخ اعلان. بعد 8 ايام مش من حقه. مش من حقه. طيب تمام. نفترض اتقدر المبلغ، هل ممكن اطلب تقسيطه؟ في حاجتين. طب ناخد الاستاذه هاله عشان بقى لها فتره، ونتكلم عن التقسيط وحالاته. الاستاذه هاله، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا عايزه اسال سياده المستشار، معايا عقد مشهر بصفه دائمه، عقد ساكن. الساكن ده يطلع من الشقه بصفه دائمه ولا يقعد فيها؟ تاريخ العقد ايه؟ كام؟ مش عادي بصفه دائمه، ملوش يعني عادي بصفه دائمه. لا استاذ، حضرتك التاريخ العقد كام؟ يعني التاريخ العقد كتبته بتاريخ كام يا فندم؟ 91. 91. وعايز اسال استشارة تاني بعد اذن حضرتك. الايه يا فندم؟ عايز اسال على اسئله تاني بعد اذن حضرتك. ايوه، يعني انت دلوقتي عقد مكتوب 91. بمشهر بصفه دائمه، هل ده يطلع ولا لا؟ لا لا لا، ما يطلعش يا فندم. ما يطلعش؟ لا. طب عايزه اسال، معانا قطعه ارض حضرتك في الصعيد. تمام. قطعه الارض دي متداس عليها، ودلوقتي الناس اللي دايسين عليها بنوها عماره. يعني واضعين يدهم يا فندم؟ واضعين ايدهم ليها 30 سنه، وبعد كده فوجئنا ان هم بنينها عماره ومأجرينها. طب واضعين يد 30 سنه، انتوا كنتوا فين يا فندم؟ احنا في القاهرة وهي في الصعيد. ايوه، يعني فينكم؟ يعني سايبينهم 30 سنة؟ والدتي جارت بما في الكفاية وخدت حكم محكمة ان الارض دي بتاعتنا، وبعد كده والدتي توفت، فوجئنا اليومين دول ان هي مبنية عمارة ومتأجرة. يعني كان طول ال 30 سنة اللي فاتوا كان في منازعات قضائية شغالة. ووالدتي واخدة حكم محكمة وكده ان الارض بتاعتها. اخر حكم محكمة صدر امتى؟ امتى؟
سنة 80. يعني بقى له أكثر من 40 سنة. ودلوقتي العقد الأصلي احنا بتاعنا ضايع، فهل العقد يطلع من المحكمة من البلد ولا صعب العقد يطلع؟ العقد يا فندم. عقدك مش مسجل. لا متسجل وكل حاجة. متسجل؟ وكل حاجة عشان والدتي في حياتها كانت بتجري عليه. طيب مسجل دي وتروح الشارع العقاري هاتيه. هو بقاله يطلع 40 سنة، هل يطلع؟ لأني أنا ما بيقولوا لي صعب يطلع. لا موجود بيطلع. شارع عقاري يطلع من مصر من القاهرة ولا من الصعيد؟ هو يطلع من الصعيد. من الصعيد؟ في مكان الأرض يا فندم. طب بالنسبة للعمارة هل هنقدر ناخدها؟ هو بناها وباع، هنقدر ناخدها ولا نجري إجراءات تانية محكمة؟ حضرتك آخر إجراء قانوني خدتوه إمتى؟ سنة 80 استلام بحكم محكمة الأرض بتاعتها سلمها لها إيه؟ وبعد كده ما قدرتش تاخدها تاني. من سنة 80 لغاية دلوقتي ما حصلش حاجة؟ ما حصلش حاجة، استلمتها وكان بيتعرض لها ما تبيعش ما تبيعش والدتي جت. حضرتك بس معلش حضرتك، يعني حضرتك يا ريت تجاوب على من سنة 80 هل في اجراءات قانونيه تانيه حصلت؟ لا يا فندم ما حصلتش حاجه. طيب يوسفنا اقول لك ان هم تملكوا الارض بوضع اليد المده الطويله المكسبه للملكيه. تملكوها وبعدين بانيينها وبايعين شقق فيها. طيب شكرا استاذه هاله، نشكر حضرتك. سياده المستشار، يعني هو المشكله انه اللي بيسيب حقه يعني مدة طويلة ما بيدورش عليه خلاص، سنة وجاي يطالب بحقه دلوقتي. عايزين نوضح التقادم ايه، وامتى انا اطالب بحقي، وامتى ما احاولش افكر ان ادخل في نزاع قضائي لانه مصيره الفشل. بص حضرتك، الكلمة دي ليها حل، ليها حل بس لازم يدرس. اللي هو تقدم المطالبة بتركة لو مر عليه 33 سنة. هي لو والدتها متوفية لأكثر من 33 سنة فهي ضحقها. لو والدتها متوفية لمدة أقل من 10 سنين 15 سنة فهي ممكن دلوقتي، لأن حق التقادم بالنسبة للمطالبة بالميراث لا يسري عليها. ولو في نزاع في النص بيقطع التقادم. تمام. طيب ناخد الأستاذ عادل، وده بنعتذر لباقي التليفونات، ده آخر تليفون. اتفضل أستاذ عادل. أي فندم مساء الخير. اهلا بحضرتك، اتفضل. بقول لحضرتك احنا اربع ملاك على الشيوع في منزل 10 ادوار. تمام. والمنزل ده مسجل. باسامينا احنا الاربعه، فكل واحد من الملاك راح سجل حصته من مشاعل مفرز في سوره الشيوع. من مشاعل مفرز؟ انتوا الاربعه سجلتوا من مشاعل مفرز؟ كل واحد راح سجل الشيوع بتاعت العقار دي. قسمتوها بينكم يعني؟ قسمناها بينا وسجلناها وكل واحد اخذ عقد مسجل بيها يعني. تمام خلاص. كويس. ففي واحد مننا قال انا هعمل دعوه فز وتجنيب لان انا كان ناقصي نص شقه. المهم راح عمل بقى فز وتجنيب. تمام. فجه القاضي وداها خبير، وبعد الخبير ما رجعت فالقاضي ادى حكم بانهاء حاله الشيوع. تمام. وادى بقى حاجه ثانيه، بيع بالمزاد العلني. ده لازم. طب ما كل واحد حضرتك مالك يعني، كل واحد عملت استئناف. نعم يا فندم. عملت استئناف؟ لا لسه ما عملناش، ده كان حكم اول درجه. اعمل له استئناف فيه. يعني ممكن ان هو يشيل حكايه. ايوه طبعا، لو الملكيه كامله ل 24 ايراد متقسمه ومفيش غبن في التقسيمه وانتوا سجلتوا انتوا الاربعه بدون غبن الحد. في واحد منهم يا سيادة المستشار قال انا يعني مظلوم في جزء ايه؟ مش صحيح يا استاذ عادل؟ وهو فعلا الخبير اثبت ان هو اتظلم؟ لا الخبير ما كتبش التقرير بكده، قال لك ده كل واحد سجل وادي الشهادات التصرفات العقاريه بتاعت كل واحد وما حسبش المساحات بقى ولا الملكيه. يعني الخبير جه معاكم ولا جه معاه هو يا فندم؟ لا الخبير سابها عايمه كده وما اداش رد قاطع. يا استاذ عادل، حضرتك اعمل استئناف، اطعن على تقرير الخبير وعلى الحكم الصادر وقول ان مفيش غبن عشان ارجع ابيع في المزاد العلني، ومفيش ضرر واقع على المدعي في التقسيمه اللي تمت وفي الاجراءات القسمه وفي التسجيل، خاصه ان هو سجل.
كله وخلاص انا اسجل وانتوا كلكم سجلتوا. انت الملكيه مسجله بقى قد ايه؟ بقى لها حوالي 6 سنين. وجي رفع الدعوه بقى له قد ايه؟ في الايام دي ما اعرفش حاجه غريبه. طيب انت هتقول لي هتفهم القاضي الكلام ده كله والقاضي اللي هو ده خبير هتروح خبير لسبب واحد بس. ايوه. هل في غبن ولا مفيش؟ في ضرر في التقسيمه ولا لا؟ بس. ماشي يا فندم. شكرا استاذ عادل. سيادة المستشار للأسف وقتنا انتهى، ويعني بقدر الإمكان حاولنا نغطي موضوع رسوم الدعوة والمصروفات القضائية. بنشكر حضرتك مرة تانية وكل سنة وحضرتك طيب. تحت أمرك أستاذ. شكرا سيادة المستشار أسامة مرتضى المحامي بالنقد والدستوري العليا، شرفتنا يا فندم. أهلا بيك. أعزائي المشاهدين بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومة قانونية مفيدة، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة لوعد لقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعة 7:30 مساء على الهواء مباشرة. شكرا لحضراتكم وتصبحوا على خير.